شاء الله. فكرة أيضا الصناديق، الرئيس ضرب مثل بصندوق تم إنشاؤه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا الصندوق بدأ بمليارات بسيطة، النهاردة عنده نص تريليون جنيه. يعني في وقت قليل جدا استطاع الصندوق انه يشتغل، عنده دلوقتي نص تريليون، زي شركة العاصمة الجديدة عندها 100 مليار، زي كل ده بيجمع في الآخر. هو الهدف من الصناديق ايه؟ مساندة المؤسسات الأصلية أو الأساسية بشكل غير تقليدي، خارج الإطار التقليدي، خارج الإجراءات المتبعة اللي هي الكلاسيكية. عايز أوفر استدامة للأنشطة. نسمع الرئيس وهو بيضرب مثل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لما جيت كلمت الدكتور مصطفى هو وزير الإسكان في أول يوم يعرض عليا، وكان رئيس الوزراء في الوقت ده الدكتور محب ربنا يديله الصحة. فبقول له يا دكتور مصطفى عندك ايه؟ عندك فلوس؟ فقال لي 750 مليون جنيه. قلت له ايه؟ قال لي 750 مليون جنيه. قلت له يا دكتور مصطفى ده انا ما سمعتش. والله صحيح النهارده بالمسار اللي احنا مشينا فيه الدكتور مصطفى الصندوق بتاعه هقول ولا نص تريليون جنيه. واحد يقول لي طب ما تدوهم لنا خالد ايه؟ نستخدمه احنا ناكل ايه؟ بيوم هو ده اللي خرب البلد دي. هو اللي خرب البلد دي ايه؟ طب ادوهم لنا، مفيش ادوهم لنا. يفضل المسار ده ناجح، واعمل مسار جنبه ناجح، واعمل مسار وزارة الصحة ناجح. يبقى ان انا الهدف والاسس اللي احنا حطينا فيها نجاح وزارة الصحة في البرنامج التأمين الصحي تنجح ولا ما تنجحش؟ تنجح. تنجح. ما يتقالش ان موارد الدولة المصرية لم تستطع ان تلبي البرنامج. واحد مرتبه 1000 جنيه في الشهر، ولي امر اب، انا مرتبي 1000 جنيه في الشهر، باخدهم اصرف اكل وشرب ولبس ودواء وخلاص، وبتزنق واستلف واشتغل اضافي عشان اعيش. اثناء الازمه دي كلها كل شهر كنت بحط 1000 جنيه، بحط من 1000 جنيه 100 جنيه على جنب، بحطهم في البوسطه، بحطهم في البنك، بتاجر بيهم، بديهم لحد، انا بضرب مثل، بديهم لحد يستثمرهم لي في انتاج حيواني، في انتاج البان، في زراعه. هو 100 جنيه في الشهر، لو انا عندي مليون 100000 جنيه في الشهر، وهكذا. بعد 10 سنين انا مش هخاف من ال1000 جنيه ضاعت او نقصت او راحت او جت، عندي جنبها مشروع بيساعدني، عندي مشروع. يعني واحد بيصرف ال1000 جنيه بيكفوني بالعافيه، لكن في واحد تاني بيقدر يعمل حصاله يحط فيها 100 جنيه في الشهر. اعتقد ده عايش وده عايش، لكن ده أمن نفسه واستدام نفقاته نتيجة ادخاره. هو ده الفكرة ببساطة، ان احنا نقدر نقتطع من ايرادات او من ميزانيات الصحة، المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة قناة السويس، العاصمة الادارية الجديدة، شركة العالمين الجديدة، شركات دي كلها لما كل مؤسسة يبقى عندها جزء بحط فيه في صندوق واستثمر يزيد، هيجي الوقت ان كل مؤسسة مش هتقف على موازنة الدولة، هتشغل نفسها بنفسها زي باقي الدول، لغايه اما المجتمع كله يقف على جنب، كله يقف على رجليه. دي الفكره الرئيس النهارده بيحاول يوضحها.